يرى بعد وصول السيرتين روضة أبو عجمية وكذلك فاطمة شاهين إلى مدخل مخيم دهيشة جنوب مدينة بيت لحم، في هذه الأثناء وصلت فاطمة شاهين إلى أمام منزلها بسيارة الإسعاف التي أقلتها من مدينة رام الله بعد الإفراج عنها من سجن عوفر. الآن فاطمة هي في طريقها إلى منزلها حيث تم إنزالها من سيارة الإسعاف جمعية الهلال الأحمر التي أقلت الأسيرة إلى منزلها هنا حيث مسقط رأسها. وبالتالي أذكر هي أصيبت في 17 من نيسان إبريل قبل حوالي 7 أشهر بدعوى تنفيذها عملية طعن أطلق عليها جنود الاحتلال الرصاص الحي، وهذا أدى إلى إصابتها إصابة خطيرة، نقلت بعد ذلك على إثرها إلى المستشفى، وهذا أدى إلى يعني شلل جزء حقيقة من حركتها حسب حديث والدها. أحاول الآن الحديث معها حيث تم إنزالها كما ذكرت من سيارة الإسعاف. هناك تجمعات كبيرة أمام منزلها، وما زلنا نستمع أيضا إلى سيارة إلى هتافات الفلسطينيين الذين تجمهروا في مخيم دهيشة، وكان الآلاف فعلا من الفلسطينيين قد وصلوا إلى هذا المكان لاستقبال مراسم يعني استقبال الأسيرة فاطمة شاهين. نحاول معكم نقل الصورة على الهواء مباشرة وللحديث مع فاطمة شاهين في هذه الأثناء. طبعا نستعد لمقابلة مع فاطمة الآن في هذه الأثناء، وبالتالي هي وصلت طبعا وصلت وهي مصابة. نحاول فقط يعني أن نجري معها مقابلة، وبالتالي هي وصلت تقريبا إلى منزلها بعد 2 ساعة تقريبا من تحررها والطريق من مدينة رام الله إلى مدينة بيت لحم، وبالتالي سأحاول الآن الحديث معها. شعور بصراحة لا يوصف، يعني من التقيت في أهلي والناس كلها اللي بتحبني شعور لا يوصف، يعني جدا مبسوطة من طلعت في الصفقة. أكيد تحية للمقاومة اللي طلعتني وإن شاء الله عقبال بقية الأسرى، بس بنفس الوقت يعني أكيد فرحتي جدا يعني منغوصة لأنه عشان شهدائنا يعني في غزة الله يرحمهم، ويعني إحنا صح طلعنا في صفقة الأحرار ويعني الواحد بيكون أكيد مبسوط بهذا الشعور، بس بنفس الوقت يعني بحس في قلبي إنه في أسرى لسه موجودين في قلاع الأسر، وبنفس الوقت كمان يعني إحنا طالعين على دماء الشهداء، فبتمنى إن شاء الله يا رب الحرية للأسرى، وبتمنى يعني الرحمة لشهدائنا، وإن شاء الله يا رب تتحرر فلسطين قريبا يا رب. شو بتحكي لغزة فاطمة؟ شو بتحكي لغزة؟ بحكي لغزة الصمود، يعني الله يصبركم يا رب، وإن شاء الله يعني كله أجر بيكون ثواب من عند الله إن شاء الله يا رب. نعم. كيف تركت الأسيرات وراكي؟ الأسيرات يعني أكيد كل أسير حاب إنه يعني يطلع ويشوف شمس الحرية، وأنا بتمنى لهم أكيد إنه إن شاء الله يعني يحسوا نفس الشعور اللي أنا حسيته، لأن أنا بكون مبسوطة جدا لما هم كمان يطلعوا، وإن شاء الله يعني بتكون في صفقة قريبة تبيض فيها جميع السجون. كان اليوم صعب عليكم لما طلعوكم؟ كان جدا صعب، اليوم كان في يعني تضييقات علينا وحجزوني في زنزانة خاصة أنا وضعي الصحي، بحتاج أدوية بحتاج مسكنات، خلوني معزولة يعني تقريبا لساعتين، وكنت يعني ما في حدا بستجيب. وكمان بنفس الوقت يعني وقعوني على اوراق، مش انه في شروط للصفقه لا، يعني وقعوني على اوراق امانات وهيك برضه ما استلمتها، وكان في يعني تضييقات من هاي الناحيه. الله يسلمك بنتك، احملي بنتك، احملي بنتك هيها جنبك. يعني في هذه الاثناء طبعا فاطمه وهي قريبه من ابنتها ايلول 4 سنوات، حيث أسرت فاطمة قبل 7 أشهر بعد إطلاق النار عليها وهي في حالة صحية حرجة، نقدر كذلك وضعها، ولكن لابد من الحديث على يعني مع فاطمة حول ما جرى معها، وكذلك قلنا لها الحمد لله على السلامة. هي ومجموعة من الأسيرات اللواتي تم تحريرهن اليوم، بالإضافة أيضا إلى 15 طفلا من مدن الضفة الغربية. ها هي فاطمة يعني الآن داخل منزلها حيث وصلت، وبالتالي أيضا المخابرات الإسرائيلية كانت قد
يعني هددت والدها الأستاذ إسماعيل بعدم إقامة أي مراسم احتفال في مخيم أدهيشي، وذلك بعد تهديد أيضا طال العشرات من أهالي الأسرى سواء في مدينة القدس المحتلة أو حتى في الضفة الغربية، وهذا بسبب عدم يعني إظهار أي مراسم استقبال أو حتى احتفال في الضفة الغربية بناء على التعليمات ما يسمى بوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الذي يعني ضيق بشكل كبير على الأسرى منذ تسلمه حقيبة هذه الوزارة، وبالتالي بات واضحا أن الأسرى الذين تحرروا وخرجوا من سجون الاحتلال الإسرائيلي هتفوا للمقاومة الفلسطينية، وأكبر مثال يعني ما جرى قبل قليل عند مدخل مخيم أدهيشي الأسيرة روضة أبو عجمية، التي عندما حاولنا الحديث معها هتفت للمقاومة الفلسطينية. وبالتالي الضفة الغربية أيضا هي منطقة متوترة جدا، الاقتحامات المتتالية، الاقتحامات يوميا، هذا المخيم الذي شهد اقتحاما كبيرا خلال الساعات الماضية، وكذلك قدم عددا من الشهداء، مدينة بيت لحم تقريبا قدمت 6 شهداء منذ بداية العدوان على قطاع غزة ومنذ 7 أكتوبر، ووصل عدد الشهداء الفلسطينيين إلى قرابة 230 شهيدا، بالإضافة أيضا إلى 2000 أو 3200 معتقل منذ 7 أكتوبر، وهذه الإحصائيات غير شاملة من تم اعتقالهم من عمال قطاع غزة والضفة الغربية. هناك بعض الأسرى تم الإفراج عنهم، لا سيما الأسيرات الفلسطينيات اللواتي تم اعتقالهن خلال الفترة الماضية، 17 طالبة من جامعة الخليل خلال الأسبوع الماضي تم التحقيق معهن وبعد ذلك أفرج عنهن، وكانت هناك تهديدات واضحة بعدم المشاركة بأي مسيرة، عدم المشاركة حتى والتعاطف مع قطاع غزة. لكن اليوم ما يحدث في الضفة الغربية على العكس تماما، هذه فرحة منفوصة كما وصفها الأسرى وكما وصفها ذو الأسرى بسبب ما يجري في قطاع غزة، عدد الشهداء، وبالتالي أيضا تركوا وراءهم عددا كبيرا من الأسرى، لكن كلهم أمل بعودة وتحرر هؤلاء الأسرى، لأن المقاومة الفلسطينية قالت بأن سنقوم بتبييض جميع السجون وما لديها من جنود وضباط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، يعني يمكن له أن يبيض هذه السجون الإسرائيلية. وهناك أسرى أمثال عباس السيد، مروان البرغوثي، وأيضا عبد الله البرغوثي ومحمد الطوس، نائل البرغوثي، أمضوا سنوات طويلة وأحكامهم عالية ومرتفعة جدا، بالإضافة إلى عدد من الأسرى الإداريين وكذلك الأسرى الذين أمضوا سنوات طويلة داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. يارا شكرا جزيلا لك رائد الشريف، مراسلنا، كنت معنا من بيت لحم.